خلينا ننتقل لموضوع تاني. عادة نحن بنسمع في مسابقة لملكات الجمال أو مسابقة أجمل وجه أو أجمل عينين، لأنه هالشي يظهر جمال المرأة وأنوثتها. ولكن نحن نسمع مسابقة أجمل سيقان نسائية، مثل ما سمعتوا، أجمل سيقان نسائية. هالشي أبداً مو طبيعي وأبداً ما صار أصلاً، ولكنه هالمرة صار بالفعل. بعد ما أعلن شاب كويتي عن مسابقة أجمل سيقان نسائية على حسابه على أحد منصات التواصل الاجتماعي واللي كان ظاهر هون على السناب شوت، وقال بأنه الفائزة رح تحصل على خلخال من الذهب بعد ما يبعثوا له صورهم وصور أقدامهم بتجاوز سعر هالخلخال قيمته 250 دينار كويتي، أي ما يعادل 823 دولار أمريكي. جرام 30 40، المهم ان اغلى نوع بالذهب. والمسابقه حق خواتنا النساء طبعا، اكيد اللي ساقها حلو ومبروم ويجيب العافيه هي اللي راح تكسب. فانا انتظر شنو؟ انتظر خواتنا محترمات النساء يدزوا لي سيقانهم، والاحلى ساق راح تفوز بالحجلين، مو حجل واحد، حجلين. والشرط ان ايضا تلبس الحجر وتدز بعد. الصدمة كانت بعد انتشار هالفيديو انه في 1500 فتاة شاركت بها المسابقة وارسلت صورها لهالشاب، واعلن بعد عن الفائزة ايضا من خلال نشر الصورة. هي صورة الفائزة، فائزة افضل سيقان، اعلنها على حسابه على السناب شات، الا انه هالفعل اللي قام فيه الشاب لقى موجة غضب واسعة جدا بين المغردين الكويتيين اللي طالبوا بمحاسبته ومحاسبة الفتيات اللي شاركوا ايضا بهالمسابقة. كيف كانت ابرز التعليقات حول هالموضوع؟ البداية من عبد الرحمن اللي قال ان لم تستحي افعل ما شئت، ربنا يرحمنا برحمته. اما ايضا خلينا نشوف التغريدة الثانية من نور يلي قالت رح يبدا بالسيقان واذا لقى اقبال رح يتطور اكثر، مو الحق عليه، الحق على البنات اللي عم يقبلوا يرسلوا صورهم لهيك شخص مختل. اما ابو محمد فايضا علق على الموضوع وغرد، وقال ابو محمد قال طبعا ما رح يخلي اخته او زوجته ينشروا صورهم، هذا يريد ينشر الفتنه بين الناس، يجب على الدوله ايقافه لانه انسان فاسد ومن اصحاب الانحلال الاخلاقي. اداره الجرائم الالكترونيه استجابت لمطالب المغردين وتواصلت مع النيابة العامة لإصدار إذن لضبط الشخص، لأنه هالفعل بشكل جريمة مساس بالآداب العامة وإساءة استخدام الهاتف في القانون الكويتي. وخلال ساعات ذكر مصدر أمني أنه معلومات الشخص صارت بيد الجهة المختصة وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه. خلينا ننتقل ل سمية خشاب وأحمد سعد. بالفترة الأخيرة كان في كتير جدل على منصات التواصل بخصوص طلاقهم، صار في قالوا قلنا عم ترد ويرد عليها مشاكل كتير كبيرة.